السلام عليكم. موضوعنا هنطلع بيه لغايه محافظه القليوبيه، تحديدا مركز الخنجر. استمرار حبس المدرس المتهم في هتك عرض طفل صغير عنده 10 سنين لمده 45 يوم كمان. موضوعنا هيبتدي كالتالي: مديريه امن القليوبيه مركز الخنجر، مامور المركز اللي جاله بلاغ من احد اولياء الامور، البلاغ اللي بيقول ان ابنه تعرض لهتك عرضه من المدرس بتاعه في البيت بتاعه. على طول البلاغ كان واصل قدام مكتب مدير امن القليوبيه اللي اتخذ الاجراءات على طول في الحال، وبدا على طول ان هو يحققه في الموضوع. التحريات كانت 100%. الموضوع كان هيبتدي كالتالي: المدرس اللي المفروض اللي احنا مستأمنين ولادنا عليه بنات واولاد، اللي مش فارق معاه لا راجل ولا بنت، يعني لا ولد صغير ولا بنت صغيره، اللي المفروض برضو ان هو بيربيهم على قيم ومبادئ معينه، اللي المفروض ان الاهل مستأمنين المدرس فلاني الفلاني باخلاقه وبصفاته الحميدة. المدرس صفاته كتيرة جدا ويبجل وعلى الراس، ولكن اللي بيتقي ربنا. المهم، الاب اللي حس بابنه بوجود توتر عليه من فترات طويلة معرفش فيه ايه، ولكن في المجمل حس ان في حاجة، علشان كده حط كاميرات مراقبة جوه البيت. المدرس اللي ابتدى في الدرس بتاعه في البيت بتاع الطفل الصغير، الاب طبعا في الشغل بتاعه، والام نزلت تجيب حاجات من السوق، ما فضلش في المكان كله الا الطفل الصغير صاحب العشر سنين والمدرس الله يسامحه. بعدها على طول الاب بيفتح كاميرات المراقبه، لقي ان الاستاذ بيعتدي على ابنه وبيهتك عرضه. الاب على طول جري ساب اللي في ايديه وطلع على البيت جري، قدر ان هو يمسكه، ولكن بعد ما كان لبس هدومه اخد الطريحة المناسبة، وبعدها على طول اتصل بشرطة النجدة. رئيس المباحث اللي جه على طول كان فوق راسه، اتمسك المدرس واعترف بالجريمة بتاعته من الالف للياء. للأسف ما كانتش الواقعة الاولى للمدرس ده مع الطفل الصغير اللي عنده 10 سنين، لا دي كانت الواقعة كمان التانية. الاولى كانت في بيت المدرس اللي اعترف بيها المدرس قدام النيابة قدام رئيس المباحث، والواقعة التانية اللي حصلت واكتشفتها كاميرات المراقبة بالصدفة بالأب وهو بيبص على ابنه وهو بياخد الدرس. شاف الوضع ما استحملوش، جري على طول دخل على البيت. المدرس للأسف كان بيلبس هدومه في الوقت الأخير. الطفل الصغير ذنبه ايه في حاجة زي كده؟ واحد. اتنين، المفروض الأب والأم عينيهم في وسط راسهم قدام أي حد أو قصاد أي حد. بنقول كمان حذركم من الناس القريبة منكم أكتر من الناس القريبة، اكتر من الناس من الغريبة، اكتر من الناس اللي احنا بنقول خلي بالك منهم، اللي هم الخال والعم وولاد العم وولاد الخال وخلافه وخلافه. ما اعتقدش ان المدرس هيكون اقرب من الناس دي، علشان كده الموضوع كان ساير ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي. وللعلم الحالة دي مش الحالة الاولى اللي اتكررت في مصر او في بلد عربية، بتتكرر تباعا وتباعا واكتر من مرة وفي اكتر من مكان وفي مختلف الاماكن، ولكن بتختلف فيها شخصية أو كاركتر المدرس. المدرس حاجة كبيرة جدا عندنا. أنا فاكر المدرس بتاعي لغاية اللحظة اللي أنا بكلمكم فيها بتاع ابتدائي، ولكن اللي بيتقي ربنا فقط لا غير. واحد زي ده بالمرض النفسي اللي فيه، بالأمراض النفسية دي كلها اللي فيه، وزارة التربية والتعليم ما تعرفش حاجة زي كده ولا إيه؟ واحد، المفروض يبقى فيه كشف طبي على المدرسين وعلى الناس اللي زي كده أهو، علشان نتجنب من حدوث مشاكل زي كده بكرة وبعده. وزارة التربية والتعليم ملهاش دعوة بحاجة زي كده، علشان المفروض ان الدروس الخصوصية دي برايفت، حاجة خاصة ملهمش دعوة، ولكن حصلت مشكلة زي كده في مدرسة ممكن نتكلم فيها. في المجمل الغلط كله راكب الناس دي كلها. المدرس ده على جنب المفروض يتعدم تماما، مع احترامي الشديد جدا، ومحدش يقول لي المفروض ان احنا نسامحه او مرض او ايا كان او عنده اولاد او نهائيا. واحد. اتنين، المفروض الاب والام في حالات زي كده برضه يتعاتبوا، علشان الاب المفروض ياخد باله ولازم يوجه زوجته انها تقعد قصاد ابنها او بنتها الصغيرين عفوا وهما بياخدوا الدرس الخاص، محدش يضمن الدنيا فيها ايه. المهم ده الخبر اللي كان نازل على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الاخيره: هتك عرض في مكانين مختلفين، كيف كشفت كاميرات المراقبه جريمه مدرس مع تلميذ في درس خصوصي. كارثة بكل المقاييس بنسمعها يوم ورا التاني، علشان كده بنقول لكم خلي بالكم على اولادكم، حطوا عينيكم جوه راسكم.
وانتوا اللي هتتحاسبوا، ويا رب الولد الصغير ده حالته النفسية تقدر تتحسن بكرة وبعده من اللي شافه. السلام عليكم.